الجزائر ما عرفتش الإسلام واللغة العربية في وقت الاستقلال. هذاك الشوالي، هذاك المعلق تاع البالون، هذاك الله يهديه، قال لما استقليتوا جاءوا المصريين يعلموكم الإسلام واللغة. هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة. الإسلام في الجزائر قبل 62، أباؤنا أجدادنا أجداد أجدادنا كانوا على الإسلام وكانوا يتكلمون اللغة العربية. بجاية 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 البنات صغار، بنات صغار، هذه لازم يعرفها الشوالي. هذه أنا ما عنديش كيفاش نبعث له. في بجاية أيام الرقي والحضارة البنات صغار يحفظنا القرآن ويحفظنا ابن عاشر ويحفظنا الألفية، ألفية ابن مالك في اللغة العربية. بنات صغار في بلاد بجاية، هذه بجاية هذه. وابن باديس كان قبل 62، وابن باديس هو رائد نهضتنا وإمام دعوتنا، دعوة طيبة مباركة، دعوة جمعية علماء المسلمين. فالإسلام دخل هذا الربوع في هذه البلاد، مش 62، لا لا 62 ربي طرد الكفار منا، الله لا يردهم كاع. بصح قبل 62 الجزائر كانت على الإسلام. من جاء بالإسلام إلى هذه البلاد؟ ماشي المصريين جاءوا يعلموننا الإسلام واللغة العربية، أبدا. جاء بها الفاتح ومعه ثلة طيبة من صحابة رسول الله، جاءوا إلى هذه البلاد وعلى رأسهم عقبة ابن نافع. ونزيدكم، الإسلام الآن هنا جذر، مش عارف كيفاش نقول، فهمتوا كلمة جذر؟ الإسلام هنا خلاص دار عروق هنا خلاص. والآن الحمد لله احنا الآن احنا مسلمين. وكي تهدف هذيك الرياح هذه ربما يوقع اضطراب وبعدين يروح، ونبقوا على الإسلام ونلقى الله بالإسلام. وهذه البلاد اللي دخلها الإسلام ستبقى على الإسلام إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. اطمئنوا، والغلبة والنصرة للإسلام، ما تقلقش روحك، لأنه دين الله